ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من أربيل وسام يوسف مراسل أخبار الآن. مرحبا بك معنا إلى استوديو الآن وسام. ما هي التطورات حتى اللحظة وسير المعارك في الموصل؟ آخر التطورات معك، وهل يمكننا القول أن الموصل اليوم باتت محررة بشكل كامل كما قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي؟ نعم، ما يخص عمليات اليوم كان هناك تقدم كبير من قبل القوات العراقية، تمكنت من تحرير جامع النوري، هذا المكان المهم معنويا الذي أعلن منه البغدادي خلافته المزعومة. تم تحرير هذا المكان، نحن كنا متواجدين مع القوات العراقية في تحرير جامع النوري. كذلك القوات العراقية انطلقت إلى أكثر من الجامع، اندفعت إلى منطقة الميدان. هي الآن القوات العراقية حاليا وصلت الى مشارف منطقة الميدان، اخر مكان او اخر منطقة يتواجد بها في الموصل القديمة مقاتلو داعش، هذه المنطقة التي اصبحوا في الموصل القديمة بالفعل، نعم، المحصورة بين منطقة الفاروق ونهر دجلة بعد ان حررت مناطق السرجخانة وسوق الشعارين وشارع النجف. في كل هذه المناطق تم تحريرها اليوم من قبل القوات العراقية، قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع. بالفعل مقاتلو داعش المتبقين تحصنوا في هذه المساحة الصغيرة، لا زالوا متحصنين فيها. القوات العراقية متأنية جدا في التقدم إلى هذا المكان نظرا لوجود عوائل، هناك عوائل كثيرة. كذلك قام تنظيم داعش بإجلاء العوائل من مناطق الفاروق إلى عمق منطقة الميدان. كذلك أيضا القوات العراقية تمكنت من تحرير عدد يعني من نقل العوائل معه إلى المناطق إلى الأحياء الأخرى، صحيح؟ أو بعض إلى العوائل. آخر حي وليس أحياء أخرى بالفعل، إلى نقل بعض العوائل إلى منطقة الفاروق، هذه المنطقة التي أصبح يسيطر عليها لا تتعدى مساحتها نصف كيلومتر مربع، هي آخر ما تبقى من عناصر داعش متواجدون في هذه المنطقة. نحن سألنا القوات العراقية عن بعض المعلومات حول هؤلاء المقاتلين، ذكروا لنا أن تتراوح أعدادهم ما يقارب 100 إلى 150 مقاتل فقط من مقاتلي داعش أصبحوا متواجدون في هذه المنطقة، وسيتم معالجتهم خلال الساعات والأيام القادمة لتكون بالفعل أنه موصل خالية من مقاتلي داعش. ولكن إشارة أخرى أود أن أشير إلى موضوع آخر، موضوع المدنيين، هناك عدد من المدنيين أيضا تمكنوا من الخروج هذا اليوم بعد أن تقدمت القوات العراقية، ولكن مقاتلو داعش كعادتهم حاولوا الانغماس ما بين المدنيين، كان هناك عدد من الانغماسين وانتحاري داعش انفجروا هذا اليوم ما بين المدنيين. سؤال أخير باختصار، ما الخيارات أمام العناصر المتبقين اليوم في أحياء أو في حي أحد الأحياء الموصل القديمة؟ هل هم من تصرفاتهم عازمون على القتال حتى آخر نفس، أم أن هناك مخرج لديهم ربما خارج الموصل أو الموصل القديمة؟ ما الخيارات اليوم أمام مقاتلي تنظيم داعش المتبقين؟ بالفعل أنا هذا السؤال تحديدا سألته لبعض القيادين اليوم، قيادين القوات العراقية، ليس هناك، ذكروا لي أن ليس هناك أي خيارات أمام مقاتلي داعش، إما الاستسلام أو الموت، ليس لديهم المخرج، هم مطوقون بشكل كامل من الاتجاهات الثلاث القوات العراقية، وبالجهة الأخرى نهر دجلة، ليس أمامهم أي خيار، إما الموت أو الاستسلام للقوات العراقية. شكرا جزيلا وسام يوسف مراسل أخبار الآن متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من أربيل.